اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نجاوبكم على كاع التساؤلات ولا جميع التساؤلات اللي كطرحوا عليا بخصوص الدراسه ديال الهلال الاحمر. كنتمنى ان هذا الفيديو تعجبكم، كنتمنى انه يفيدكم، وما تنساوش كيف العاده الا عجبتكم الفيديو تخليوا لي لايك ديالكم والكومونتير ديالكم، حيت هما اللي كيشجعوني وكيحفزوني انني نبقى نحط لكم اكثر. وما تنساوش اللي مازال ما تحقوش بيا في انستغرام، فانا ديما كنخلي لكم صندوق الوصف، فمرحبا بكم. فاول سؤال اللي كيتطرح بزاف هو شنو كنقرا في هذا التخصص ديال الهلال الاحمر. بالنسبه للهلال الاحمر شنو كتقراو فيه؟ فكتقراو فيه السكور، فكتقراو فيه السكوريزم يعني الاسعافات الاوليه، هادشي اللي كتقراو يعني كيفاش كندخلو يعني في مثلا الا سخف لينا شي واحد مثلا في الصنقة، مثلا شي واحد مثلا ملي هكا كنقولو سرط لسانو، يعني بزاف الحوايج بحال هكا، يعني كنقراو الاسعافات الاوليه، هادشي اللي كيتقرا في هذا التخصص. وبالنسبه شنو هو المستوى المطلوب باش ندير الهلال الاحمر؟ فكنقدروا نديروه بنيفو 4 6 ونيفو باك. بالنسبه للناس اللي غيديروه بنيفو 4 و 6 فكتكون عندكم فورماسيون ديال 6 يعني 6 شهور، كديروا فورماسيون ديال 6 شهور وكتاخذوا الاتيستاسيون ديالكم. بالنسبه للناس اللي عندهم نيفو باك فكيقراوه عام، يعني كيديروا فورماسيون ديال عام، كتاخذوا اتيستاسيون ماشي ديبلوم، حيت بزاف كيدخلوا على الفيلويه ناخذ ديبلوم ديال الهلال الاحمر، ماشي ديبلوم مي اتيستاسيون، حيت كديروا غير واحد فورماسيون ماشي كديبلوم. مثلا انك الا قريتي مثلا اتسونيوس او اوكسيليير او بوليفالونت او ساج فام او انستيزي او يعني كتاخذوا هذاك ديبلوم. بالنسبه للهلال الاحمر فورماسيون ماشي، ما كتاخذوش ديبلوم يعني اتيستاسيون، مي كتخدموا به يعني ماشي، ما كاينش انهم الناس اللي دايرينه وما كيخدموش به. بالنسبه للستيل فما كاينش ستيل محدد، يعني كاين يعني من ابتداء من لاج ديال انك تكون مثلا في 4 حتى 30 او اكثر من 30 عام، حيت كانوا معايا يعني ناس اللي في الهلال دايرين الهلال الاحمر وفي لاج ديالهم كبير. كان معنا واحد الراجل اللي عنده تقريبا في لاج ديالو 40 عام، كانت واحد السيده اللي عندها 20 عام، يعني ما كاينش شي ستيل محدد يعني باش نقول لك ما بين مثلا 18 عام هكذا وكذا، ما كاينش شي محدد في اي سن انك ممكن انك دير هاد الفورماسيون. وبالنسبه للتساؤل الاخر اللي كيجي هو واش كندوزو ستاج؟ طبيعي الحال كندوزو ستاج، كيدوزو ستاج في لوبيتال، يعني الناس اللي كيديروا فورماسيون في الهلال الاحمر كانوا كيدوزو معنا ستاج في لوبيتال عادي، يعني هما غير الفرق هو كانوا حتى كيكملوا الفورماسيون ديالهم عاد كيبداو لو ستاج، ماشي بحالنا حنا كنا كنقراو مثلا صباح وكنديروا ستاج عشيه يعني اون باراليل، لا هما حتى مثلا كيكملوا ديك 6 mois ديال الفورماسيون عاد كيبداو في لي ستاج ديالهم في لوبيتال. كدوزو لي ستاج ديالكم عادي بحالكم بحال جميع التخصصات. بالنسبه للسؤال الاخر اللي كيجي هو واش الهلال الاحمر يعني بحال ادسوانيوش؟ هما نورمالمون ماشي بحال، يعني الهلال الاحمر كما قلت لكم كتقراو على السكوغيز، ما عندكمش حق انكم ديروا لي زانجيكسيون، ما عندكمش حق انكم ديروا سوتور، ما عندكمش حق يعني بزاف د الحوايج. ولكن وبالنسبه لادسوانيوش، ادسوانيوش راه كتكون هي مساعده، يعني كما قلت لكم كتكون مساعده مع كتكون مع الاوكسيليير ومع البوليفالونت وكتعاونهم على داكشي. بالنسبه لهذا الهلال الاحمر يعني هو خدمته نورمالمون هو الاسعافات الاوليه، ولكن ملي كنكون في لوبيتال ستاج كلشي كيخدم بحال بحال، يعني ماشي كيجيو كيقول لك لا انت دير الهلال الاحمر الا ما ديرش لي زانجيكسيون، انت ما ديرش سيتور. بالعكس كانوا معنا كيديروا لي زانجيكسيون كيديروا سيتور كيديروا كلشي، حيت هما يعني باغيين يتعلموا، هما عندهم طموح انهم يزيدوا القدام. يعني نتوما في ستاج غادي تمشي وغادي تتعلم وغادي تقاتل وغادي تولي بحالك بحال الاخرين، يعني كدير نفس الخدمه ديالك. الناس اللي باغيين يديروا هذا التخصص فحاولوا انكم يعني تاخذوا الدروس والدروس يعني من عند الناس اللي دايرين اوكسيليير ودايرين بوليفالون. علاش؟ باش يعني باش تستافدوا نتوما اكثر، حيت يعني مثلا اوكسيليير بوليفالون كيقراو لاناتومي، كيقراو باثولوجي، كيقراو بزاف ديال كيقراو لي سوان انفيرمي، كيقراو بزاف د الحوايج نتوما ما كتقراوهاش، يعني كنقراو حتى حنا يعني كنقراو حتى السكوريزم نتوما، الا كتقراو غير السكوريزم صافي، يعني ما كتقراوش لي باثولوجي، ما عارفين حتى شي حاجه، ما عارفين يعني ما كتقراوش فارماكو، ما كتقراوش هادشي كامل. حاولوا ديما انكم تصاحبوا مع الناس اللي دايرين هاد الفيليير كيخدم عندهم الدروس، يعني حنا كانوا بزاف يعني كانوا اللي دايرين هنا الاحمر وكانوا كيخدم عندنا الدروس، ملي كيكون عندنا وقت يعني الفراغ كيقولنا شرحوا لينا شنو كتعني هاد الباثولوجي، شنو كتعني الاناتومي، شنو هي هادي، شنو هي هادي، وكياخذ واحد لاجوندا وكينوطيو داكشي. وبالعكس يعني هذوك اللي كنعرفهم انا كانوا دايرين الهلال الاحمر وكانوا معنا ستاج الحمد لله دابا خدامين ويعني خدامين في الكلينيك، كاين اللي خدام فكما قلت لكم خدامين الحمد لله مزيان وبخير، يعني شادين لي بوست ديالهم. فبالنسبه اللي غيسولني فين كاين الهلال الاحمر في كازا فين نقدروا نديروه، فكاينين بزاف الفروع، مي انا اللي كنعرف بزاف واللي معروفين هو واحد الفرع اللي كاين في
في سونتر فيل جا قريب لساحة ماريشال، هو اللي معروف تما، وواحد اخر اللي كاين في درب ميلا. هادو يعني اللي جوج اللي معروفين بزاف، كيكونوا في احياء اخرين، مي انا هادو هما اللي كنعرف بالنسبه للناس اللي غيسولوا على فين يقدروا يمشيو يتسجلوا. وبالنسبه للسؤال الاخر اللي كيجي بزاف، هو فاش يقدروا نخدموا الا درنا هاد الفورماسيون ديال الهلال الاحمر؟ كتقدروا تخدموا في الهلال الاحمر اللي كيكون مثلا في الاحياء، يعني اللي كيكونوا كيديروا هكا، كيعبروا الطونسيون، كيديروا لي انجيكسيون، كيديروا يعني كيكون في كل حي، كيقدر يكون هكا هلال كيديروا لي سوان. يعني كتقدروا انكم تخدموا فيه، كتقدروا انكم تخدموا في كابيني مع شي ميدسان، وكتقدروا تخدموا في لا كلينيك. يعني هادو هما الاماكن اللي كتقدروا تخدموا، يعني هادو هما البلايص اللي تقدروا تخدموا فيهم. وما تنساوش كما قلت لكم انهم يكون عندكم طموح، يعني الا كنتو باغيين ديروا الاحمر ودرتو، يعني حاولوا انكم تاخذوا دروس، حاولوا انكم تبحثوا، حاولوا انكم تتعمقوا بزاف في هذا الدومين، باش هكا يعني حتى فاش كتمشيو تخدموا ملي كيشوفوا دماغكم عامر، كيشوفوا خدمتكم كيفاش كتخدموا، كيفاش يعني تقنين خدمتكم، كتعرفوا بزاف الحوايج اللي اكثر من انك تكون غير داير الهلال الاحمر. يعني كيعطوك قيمه وكيحطوك في بوست زوين، يعني ما كيبقاوش يشوفوا ان شمن ديبلوم عندك، كيشوفوك انت يعني الكفاءات ديالك ولا انت كيفاش دايرين. وبالنسبه للثمن، باش كتقراو في الثمن رمزي، فكتقراو ب 250 درهم ولا 300 درهم، المهم ما بقيتش عاقله بالضبط، ولكن 250 درهم 200 درهم حتى 300 درهم، وكتكون 100 درهم ديال في الاول ديال لا سيرونس. يعني هذا هو الثمن، يعني كتكون ديال فورماسيون كامله. يعني مثلا فورماسيون ديال سيمو كيقولوا لك مثلا 300 درهم على 100 درهم ديال لاسيرونس وصافي، هادشي اللي كيكون. يعني ما فيهاش زعما بزاف المصاريف وبزاف الخاص بحال الزيكور بريفي انك دير شي فيليغ اخر وهذا. فهذا ما كان، وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انني نكون جاوبتكم على جميع التساؤلات ديالكم اللي كتخص هاد التخصص بالضبط، يعني اللي كيجوني فيه بزاف ديال الاسئله وشحال طلبوا مني انني نهضر عليه. فغادي تقولوا لي واخيرا درتي لنا هذا الفيديو، انا حتى شي موضوع اللي كطرحوا علي انني نهضر عليه او انني نناقشه معكم ما ناسيه، كلشي كنوطي عندي، غير كما كنقول لكم ديما مع الوقت، لو فوا كنلقى وقت مناسب راني كنحط لكم داك الموضوع وكنحط لكم لا فيديو. فكنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وتفيدكم، وما تنساوش تخلي لي لايك ديالكم الى عجبكم، ولكن انتم مازال ما شاركتوش في القناه، تنساوش انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. تهلاو راسكم، تلقوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي. Thank you.